دقيقة حم. صباحكم أحلى صباح، آخر يوم في شهر ماي احتفلنا فيه الشهر هذا بعيد ميلاد برج الثور، وخلطت عليها عيد ميلاد برج الجوزاء. صباح النور، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. قوم خلي نحتفلوا معك ونفرحوا لك بعيد ميلادك، ومبشروك دي صيف 2022 يوعدك بقصة حب أسطورية، هي راهي مفاجأة حلوة وعندك لقاء مهم. مكش وحدك، حتى الحمل راهي تتبسم له الأجواء العاطفية بعد فترة تراجعات طويلة، راهي الفرص بين يديك وإن شاء الله يا ربي خير. وما ننسيوش اللي حاليا الزهرة في الثور الترابي، حتى لنهار 22 جوان راهو فما دعم كبير، فما استقرار الكيفة الأبراج الترابية نحكي وزيدة بخليف الثور مع العذراء والجدي. وبرج السرطان راهو عندك تحسن كبير، وجوان 2022 يعدك بإنجازات مهمة، فما تغييرات ممتازة، عندك نجاح وأخبار تزين حياتك. هو راهو حسب التوقعات الفلكية المنيب الشيخ، راهو صيف 2022 قصص حب أسطورية اللي هو هوني نحكيه على السرطان الجوزاء وبرج الحوت الرومانسي. تحية لك فاطمة ولك المستمعي راديو موزايك اف ام ولكل أهلنا بتونس. حدث كتير مهمة بتعطي طاقة إيجابية للأبراج، بدايات جديدة، تغييرات باتجاه الأفضل، فرص عمل، حتى صحيا عم يتحسن الوضع. والأسد راهي مرحلة مهمة في حياته المهنية، راهو عندك سفر، أخبار جديدة، وإن شاء الله يا ربي تكون حصرية تخص الخدمة الحالية. وكان على برج العذراء راهي تتغير الأحوال للأفضل، تتخطى مصاعب زمان وربي يعوضك خير. والتوقعات هذه ما تبعدش برشا على توقعات برج الميزان اللي الشهر الداخل يعدوا بسفر، شراكة مهنية وفلوس في ثنية. العقرب أخبار سارة، عنده راحة بعد تعب كبير ولا ايامات الدخلة، راهي تتبسم لك الأقدار، تتغير الأحوال وتتخطى كل المصاعب. القوس أخبار حلوة، عنده تطورات هامة، راهو فما انفراج فرحة سعادة بالرغم من الصعوبات اللي رافقت حياتك المهنية. ما تنسيش اللي جوان هو شهر الحركة. والجدي زاد تقوى حظوظه حسب الفلكية، ماجي فرح مع بداية الشهر الداخل، زاد يحكي على أرباح مالية وين تتفوق على عراقيل رافقت حياتك المهنية. وكان عدلوا راهو يحالفوا الحظ ويتحدى كل العراقيل. ونختموا نحن حاليا مع الحوت اللي عنده قرار مهم يخص العلاقة العاطفية، فما تغييرات مهنية واعدة، والأسبوع هذا باش يكون أسبوع تحقيق الأحلام. دقيقة حمد.